استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم سعادة السيد توموثي ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سعادة السيد جاستن سبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين. خلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد توموثي ليندر كينغ معربا عن اعتزازه بقوة ومتانة التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما يشهده من تطور ملموس في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يعكس إرادة البلدين وتطلعهما الدائم لفتح آفاق أوسع للتعاون ومواصلة التنسيق المتبادل حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التحالف الاستراتيجي بما يدعم مصالحهما المشتركة، مثمنا معاليه التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل مع حلفائها لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب سعادة السيد توموثي ليندر كينغ عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة، معربا عن تقديره لسياسة مملكة البحرين ومساعيها الدؤوبة ودورها البناء في تعزيز الأمن والسلم.